سنة 2023 عرفت حملة توظيف حاملي شهادة الماجستير والدكتوراة بلغ عددها 8000 من غير الأجراء. لماذا غير الأجراء؟ هي حل استثنائي لوضعية استثنائية، وهي القضاء على البطالة في هاته الفئة من الجزائريين التي نعتبرها نخبة من الجامعيين التي ستساهم لا محالة في تطوير المجتمع علميا وتكنولوجيا اجتماعيا اقتصاديا وثقافيا. إذن 8000 لحد الساعة وظفوا في مختلف الشعب بمختلف المؤسسات الجامعية الجزائرية.